دايرة منشأة القناطر اللي هي ماسكة شمال الجيزة فيها 25 قرية. ال 25 قرية، القرية نسب التصويت تركز بإن أكبر قرية فيهم المصرية. المصرية الدار الإسلامي تقريبا منع الناس كلها، منع أغلب الناس من إن هي تطلع تدلي بأصواتها في الانتخابات. وكان حصل مشاكل إمبارح والنهاردة وحصل مشاحنات ووصلت لضرب النار. الإخوان الإخوان والدار الإسلامي عموما، الدار الإسلامي قوي ومتواجد بقوة في الدائرة. ده حرم مرشحين كتير من عدد أصوات كبير جدا، لأن أنا بقول 30,000 صوت أو أكثر من 30,000 صوت.